بمجرد أن تضع قدمك داخل هذا المتحف التاريخي، وإذ بخريطة إفريقيا تجذبك نحوها، خريطة مميزة ومختلفة لأنها بدون حدود، وجمالها يكمن في صورة الزوجين اللذان اكتشفا معالم 51 دولة بالقارة السمراء. لما تتكلم على الثقافة ما فيش حدود، في انخلاط بين الثقافات، فهمتني؟ كل ثقافة عندها تأثر على الثقافة الأخرى، وفيها وحدة ثقافية إفريقية. رشيد بن بحمد وزوجته أمينة اختارا خوض مغامرة السفر واكتشاف معالم الثقافة والتاريخ لحضارة إفريقيا العريقة بحكم عملهم، وفي كل محطة حملوا معهم قطعا أثرية تروي تاريخ تلك الدولة. احنا وين نروحوا نحوشوا على الثقافة تاع البلاد، حبينا نفهموا الثقافة تاع البلاد، وإذا لقينا كتاب يدل على الثقافة هذا نجيبوه معنا، فهمتني؟ نشريوه ونجيبوه معنا مهما كان اسمه. إذا لقينا طبسي، لقينا ستاتويات، لقينا اللي لقيناه نجيبوه. أنا عندي أكثر من 5000 قطعة. رحيل رفيقة درب رشيد عن الحياة سنة 2019 دفعت هذا الزوج الوفي لتخليد كل ما عايشوه من خلال إنشاء متحف المسارات الجزائرية الإفريقية، ليحتفل اليوم بالذكرى الثانية لتأسيسه والتي تصادف ذكرى وفاتها. هي احنا مسنا 1997 كنت قاعد معها، قالت لي يا عبد الكريم احنا دركت لي هذا الزوبجي داغ اللي كنت شوف شحال نديروا بهم، ما نبيعوه احنا ماناش تجار. قلت لي لا، علاه ما نديروش متحف نديروه في الجزائر؟ اما بعد وفاتها طبقت هذا الفكره، وعام بعد وفاتها اسسنا هذا وعلى كل شيء. ليكون هذا المتحف هدية وذكرى جميلة تركها بن بحمد لزوجته أمينة، مخلدا بذلك ذكرياتهم ومغامراتهم في هذه القطاع الأثرية.